إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أشياء مهمة جدا، عن أمراض تجي يعني قد يصابون بها كبار السن. أن يعني المسن قد تقل كفاءته العضلية عن العمل بشكل أكبر، بسبب أنه يعني يوم كان صغير ممكن تكون عضلاته قوية، ولما شاخ هذا الرجل أو شاخت هذه المرأة حصل ضمور لبعض العضلات وضعف في الأعصاب والاستجابة، وأيضا في وقت العمل الذي كان الأصغر سنا طبعا كان يواجه مجالات أخرى يكون فيها أكثر فائدة وأكثر إنتاجية. ولكي يتحقق ذلك ينبغي أن يعني يهيئ له عمل يتوافق مع قدراته وتغيراته السمعية والبصرية والذهنية، وإن تحدد المجالات التي يمكن أن يؤديها بكفاءة أكبر يتم يعني يكون راح تكون أفضل. طبعا كبار السن يعانون من أمراض كثيرة قلبية ووعائية وأيضا دماغية وأيضا عظمية موجودة في العظام. أيضا من المهم الحرص على على أهمية المحافظة على بقايا السمع أو البصر أو بقايا الحواس في هذه الفترة، لأن الدماغ ممكن يكون حصل له ضمور في المنطقة الجبهية للفص المخي في مقدمة الرأس، وهذه المنطقة هي المسؤولة عن الاستجابة والإدراك السريع. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم يخص هذا المجال في علم الشيخوخة.